يومك مبارك عزيزي المشاهد، وأهلا وسهلا بك في ليلة جديدة وفي يوم رمضاني جديد وفي سحر رباني جديد. سحر آخر يأتي ويمر، البعض ينال منه ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يمن النفس، والبعض يمر عليه مرورا ويغادره ولن يعود إليه مرة أخرى. فهي فرص مرت وتولي ولن تعود، ولذلك عندما نقول ولا فإنها تعني كلمة ذاهبة لا عودة لها. أيام قليلة وساعات محدودة وشهر محدد، هذا هو شهر رمضان الذي تنتظره النفوس وترنو إليه القلوب ويتمناه المؤمنون لكي يتقربوا فيه إلى الله سبحانه وتعالى. طوبى لمن استغل هذا الشهر وانكب فيه في الدعاء والصلاة وخدمة الخير والعمل الصالح، فإن أفضل الأعمال وأعظم الأعمال التي يجزي الله عليها هو العمل الصالح، ولكن العمل الصالح في رمضان له أبعاد أخرى، كما في اللوغاريتم العدد يأخذ أضعافا مضاعفة. هذا هو شهر رمضان، شهر الفضل، ولذلك تحدث الرسول كثيرا وتحدث أهل البيت كثيرا عن شهر رمضان. الرسول يقول لو يعرف المؤمن ما هو رمضان لتمنى الدهر كله رمضان. إذن كم فيه من مغفرة وتوبة ورحمة ورزق، وهذا هو شهر استغلينا بشكل جيد، هذا هو لنا. أسأنا فيه لأنفسنا فالله لا يحتاج إلى دعائنا، فالدعاء لنا والمغفرة لنا والرزق هو لنا، لن تنفع الله لا صلاتنا ولا أي شيء. وذلك فهي أوقات أعطاها الله سبحانه وتعالى لكي نستعيد الإيمان، نستعيد النفس، نستعيد الارتكاز. أشياء كثيرة تمر علينا في اليوم الواحد، عندما يمارس الإنسان وهو مندفع يفعل هذا، يتجاوز هنا، قد تطلع منك كلمة تجاه شخص، قد يقصر كذا، هذا نسى شيئا، كلها وهو يضع رأسه على الوسادة يتذكر لحظات معينة، يقول آه قصرت مع فلان، آه لم أوفي بعهدي من فلان، آه طلب مني فلان، آه لم أذهب إلى فلان، آه اليوم ارتكبت خطأ تجاه فلان. كل هذه هي في لحظات معينة، لكن المؤمن هو الذي يحاول أن يستعيضها في اليوم التالي. ولكن ما أدراك أن ربك سيعطيك اليوم، أنت عندما تنام أنت شبه متوفي. لذلك ما أدراك بأن هذا اليوم سيأتي أو هذا الصباح سيأتي إطلاقا. هنالك أشياء خصوصا في قضية الحياة والموت. الآن قضية الحياة والموت يعني هي ما مرتبطة لا بالعلم ولا مرتبطة بالجاه ولا مرتبطة بإيش. لاحظ هنالك شباب يتوفون وهنالك ناس يملكون الدنيا ويملكون الأساطين ويملكون كل شيء. لاحظ يصبح ميت يعني. والآن تسمعون عن أناس يعني ليسوا بكبار يعني وهم أغنياء الأرض، لديهم أطباء، لديهم كذا، لديهم كذا، يتوفون يعني. ولذلك أعتقد كما أننا نتألم ونندم لأننا لم نقضي شيئا صالحا كان في يومنا وعلى أمل أن نقضيه في اليوم القادم، كذلك أيضا رمضان شهر رمضان أيضا فرصة هي لنا لكي نعيد النفس ونتخلص من أشياء كثيرة. في هذه الساعات السحر نحاول أن نقدم فيها أشياء تنفعنا في حياتنا أو تصحح بعضا من الأخطاء التي اعتدنا عليها أو تجعلنا نتعلم أشياء تجعلنا أكثر قوة لمواجهة الآخرين. هنالك هجمة أخوان، هجمة شرسة على الإسلام، وهجمة شرسة على الإيمان، وهجمة شرسة على التقوى، وهجمة شرسة على
على المذهب أيضا. ولذلك علينا أن أسمع هالأيام باليوتيوب أفلام رهيبة أو مقاطع رهيبة الإساءة فيها إلى رسول الله، إساءة فظيعة. أو الأمس كنت أشاهد في اليوتيوب مقطع لأحد رجال الدين المسيح مصري تكلم عن الرسول الكريم بقذارة، يصفه بصفات ما أنزل الله بها من سلطان، وينعته بأسماء والله تعرف أن تقولها على وحدة واحد ابن شارع يعني، ويقول كذا وكذا وكذا وكذا، ويحاول أن يسيء إلى رسول الله هجمة غير طبيعية، ويقول لك أن المصادر أنه كذا، يقول لك هذا مو اسمه محمد، هو اسمه قثم. يا بشو قثم؟ قثم معناها البراز. أخ رسول الله اسمه قثم؟ من قال لك أن قثم تعني البراز العالق؟ قثم تعني أشياء كثيرة أيضا، حوالي 70 معنى لقثم. إيش معنى أنت أخذت هذه؟ وبعدين من قال لك أن محمد رسول الله اسمه قثم؟ من ولده محمد اسمه؟ لا، هذه مصادر تقول بأن محمد من أصبح نبي سمى نفسه محمد، يعني يغير كل الدنيا والتاريخ ويقول لك هذا وقثم كذا، ولأنه كان كذا، ولأنه ليس ابن شرعي. تصور حكي فظيع، يعني تقشعر له الأبدان والشرايين تتفجر والله. يعني هذه للمراهقين قد تنطلي وتدخل المخ. هذا الكلام إذا تكرر مرة مرتين، اليوم يطلع لي واحد، بعدين يطلع لي طه الدريمي يجي يقول لك علي الحسين كذا، وعلي بن أبي طالب شخصية كذا وتافهة وجبان وما أدري شنو، كما شفته في يوتيوب. يجيك واحد يقول لك الحسين، يقول لك الحسين شنو الحسين؟ هذا واحد كذا 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 كذا، فش خابصين أنتم بالحسين حسين كذا؟ هذا واحد مصري قصف الله عمره وراح ذهب يعني. ويجيك واحد يقول لك كذا 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 كذا، الزن هذا يترك آثارا عند الجيل الجديد. إخوان سنظهر جيلا معبأ بالقذى على الإسلام وعلى رموزنا وعلى رسول الله وعلى آل البيت الأطهار. لذلك أقصد أنه يجب أن يعني نقوي هذا الإيمان. يجب يقولوا لي أنت دائما تركز على في كلامك عن على الإمام علي. نعم نعم أركز في كلامي على الإمام علي، وهذا شرف. أولا عندما تتكلم أنت على الإمام علي تتكلم عن الإسلام، لا تتكلم عندما تتكلم عن الإيمان علي تتكلم عن الرسول، وعندما تتكلم عن الإيمان تتكلم عن الحق، تتكلم عن الشجاعة، عن الإيمان، عن كل شيء خير. وأي كلام عن علي بن أبي طالب هو ينفع الإيمان. يعني بعض الناس بنتكلم عليهم لا تنفع الإيمان، تنفع ممكن الشجاعة وتخليك مثلا سياسي، ممكن تخليك تنفع، بس علي بن أبي طالب لا. الإيمان المطلق والتبتل المطلق والشجاعة المطلقة وكل هاي الأشياء. ولذلك هو باب مدينة علم رسول الله. ولهذا نحن الآن في هذا البرنامج وفي كل برنامج، طبعا الآن غريب أكو فد نسعة طائفية. ليش أقول أنه الآن يجب أن ننظف الحياة؟ الآن أكو ناس عم تتكلم عن الإمام علي، ها أنت طائفي. ليش طائفي يعني؟ ليش هو علي بن أبي طالب سني يعني؟ من قال علي بن أبي طالب سني؟ وأقول ألف مرة، علي بن أبي طالب شيعي يعني؟ علي بن أبي طالب هو أول سني بالإسلام، أول لي. وشنو السنة؟ يسير على نهج سنة رسول الله، وأكو واحد أقرب على سنة رسول الله من علي بن أبي طالب؟ ليش أنتوا حويتوها هيك سويتوها؟ علي شيعي وذاك سني، منين جبتوا هاي؟ ليش هو علي شيعي يعني خطر؟ طائفين. ليش طائفين؟ ليش طائفين؟ يعني باكر تحكي عن النبي محمد، هذا عنصري. واليوتيوب طبعا هذا مسير الان، باليوتيوب اي شيء تذكره به حسين علي ينقص. ليش؟ هذا ممنوع صار هذا. باكر عقبه تحكي عن الاسلام ينقص. بس مثلا
حكي ضد الإسلام ضد، يعني أنا استغرب اليوتيوب اللي أي كلمة يقصها. شو معنى يسمحون بأفلام تسيء للرسول، تسيء للإمام علي، تسيء للإمام الحسين؟ ليش بتنقص؟ ليش مثلا صور ضد الرسول ضد آل البيت لا تقطع في العالم؟ هاي مستقبلا مثل الآن أي واحد يقول الآن باليوتيوب وبكل السوشيال ميديا إذا تقول المثلية حرام ينقص، يسدون يغلقون الصفحة مالتك. شلون تكون مثلية؟ لا لازم نكون مثلية، هي الصح، إن الله أمرنا أن نكون مثليين. لازم هيجي يعني. فالقصد أنه هذا بدأوا يتمادون الآن، الشر بدأ يتمادى أخوان. تصوروا الآن أكو ظاهرة جديدة أخوان والعياذ بالله. لذلك أقول لا يعصمنا إلا الله ولا يعصمنا إلا العودة إلى الله سبحانه وتعالى. أخوان الآن بدأت نغمة جديدة قد تستغربون في أوروبا وفي أمريكا، نغمة جديدة بسيطة لكن شوف بعد 5 سنوات راح يصير قانون، انه يجب ان يتزوج الاخ اخته. جديده، هاي افكار جديده، انه زواج الاخوه مسموح به. تصوروا راح تبدا عاد مسلسلات، تبدا شنو هذا، يروجون لهي القضيه وبعدين يقول لك يروحون للكنيسه وبعدين هذا. يعني بداوا يلعبون بكل شيء، باقذر شيء. ماذا تتوقع؟ ممكن سيفعلونها، ولكن تتوقع أنه مستقبلا سابقا، يعني قبل 50 سنة، قبل 50 سنة يعني لحد عام 1960، لحد عام 1960 المثلي يعدم في أوروبا، يعدم اللي مثليين شاذين يعدمون. 1960، 1965 لا صارت 20، 70 صارت لا أقل، 75 لا صارت ماكو دعم بعد. وراها صارت لا الآن صارت مقدس. يعني أنا شفت في بعيني هذه في الخيمنتا في هولندا، طب رجل وامرأة طابين للخيمنتا، طبعا الزواج يصير بالبلدية، يعني شو نحن نزوج محكمة؟ يعني ماكو شيء اسمه زواج شيخ، زواج محكمة يعني هو. فالخيمنتا يعني دائرة البلدية، طب لل، وبلجيكا ايضا نفس الشيء، فطبوا للدائرة. كان عندي تعرف هاي المراجعات، الإقامة ما إقامة وغيرها. القضية طبعا الحمد لله انا لا املك جنسية اجنبية، وباستطاعتي ان اخذ جنسيات كثيرة، ولكن لا والله ابدا لا تشرفني ابدا إلا أن أكون عراقيا وجنسية عراقية. والله لو لم أكون عراقيا لخجلت من نفسي. بس أقصد أن نوبة الإقامة تحتاج، أنا أدرس في الجامعات الأوروبية وبالتالي هذا جزء من الإقامة اللي تصير يعني. لذلك شفت الزوج والزوجة من يطبون، الموظفين يتعاملون وياهم طبيعي يعني، طبيعي يتعاملون يعني. بس إذا طب ولد ورجل ورجل وامرأة امرأة، هو تصفيق تصفيق، ورأسا الموظفين هم يقعدوهم يشربوهم نسكافيه ويشيلون الورقة من عندهم ويجون يسلمون عليهم، وهذا الله أنتم أبطال الدوري، أنتم أبطال الكأس، أنتم العظماء، ورأسا يقدمهم شك 5000 يورو من الملكة ومن الملك وغيره، هذه هدية لكم لأنكم حققتم العدالة الإنسانية، تزوجتم مرة، تزوجت مرة ورجعت. هكذا هكذا توقعوا مستقبلا سينسحب أخوان، أكو نزعة لتحطيم المجتمعات. وهذه القضية حقيقة مرتبطة بالصهيونية. واحد يقول لك صهيونية شو؟ نعم مرتبطة باليهود أيضا، مو بالدين اليهودي، بالصهيونية، باليهود، بالماسونية. الآن سيطرة هذه الرأس المال الصهيوني وغيره يعتمد على تحطيم كل شيء، وانت عندما تحطم الأسرة حتحطم المجتمعات. ذولا عيشتهم على المعثرات، كل شيء رأس المال. عندما تكون هناك مجتمعات مستقرة ستكون دول مستقرة، ستكون قادرة على على مقارعة الشركات الأخرى ورأس المال الأجنبي. لكن عندما ينهار المجتمع بالتأكيد ستصبح أنت عرضة لكل شيء ولا تستطيع أن تقاوم.
بتكون المجتمع منهار، لديك ثغرة هنا، هنا قضية قوية، لكن هنا عندك ثغرة تحتاج، هنا عندك ثغرة تحتاج. ولذلك القصد أنه الآن أكو نزعة، الحل هو بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى، الثقافة أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى. الآن المثقف كان سابقا هو كل ما ابتعدت عن الدين يسموك مثقف، هاي الآن المودة، المودة المودة الوسخة اللي من خلال السوشيال ميديا. لا والله، إن الله يخشى من عباده العلماء، إن الله يخشى من عباده العلماء. أنا لم أكن بقوة إيماني هذا عندما كنت مراهقا، زاد إيماني عندما أصبحت شابا، وزاد إيماني أكثر وأصبحت رجلا، والآن أصبحت رجل كبير. إيماني تفجر، لأن كل ما أزداد وعيا وثقافة وعلما، كل ما أحسست بأنه الحل والرفعة والقوة والأمور التي تسير في الطريق المستقيم الصحيح لخدمة الناس والمجتمع هو الله سبحانه وتعالى. الإيمان أخوان هذا عاصم فد ملاذ يحمي المجتمعات، يحمي كل شيء. كل ما ابتعدنا عنها كل ما تجد صراعات غريبة عجيبة جدا سيتعاني منها الأسر والمجتمعات. ولذلك أنا أقول الحل هو أن نعيد، مو بالقصر، مو بالمودة كلهن لبسن حجاب. شنو الحجاب؟ كثير من الفتيات لابسات حجاب، وهن وكثير من النساء الفتيات من طالباتي طالباتنا بالجامعة أو نشوفهم بالشارع، يعني من خيرة البلد، من خيرة البلد خلقا والتزاما وأدبا وعفة، حتى لو كانت سافرة. أنا ما أقصد بالجبر تعالوا يلا لبسوا حجاب لبسوا، لا لا لا، هاك هاي الدواعش اللي سووا شنو يعني، مش خلقوا خلقوا مجتمع مثالي يعني، الدواعش بالعكس خلقوا إساءات وخلقوا مجتمع سيء جدا، وخلقوا نقمة على الدين وخلقوا لنا مشاكل كثيرة. بالعكس ال- 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 الإيمان قناعة، البنية تقتنع تسويها، ليه ما تقتنعش؟ أنت أنصحها، حاول أن تنصح. نوبات النصح من قبل الأهل فيه شيء قوة بالنصح، سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيز المشاهد مرة أخرى. تكلمنا قبل الفاصل عن أشياء تعاني منها المجتمعات وخاصة المجتمعات العربية، وأقول أكثر المجتمعات والعراق. يعني قد يقول قائل كل المجتمعات تتعرض، لا، العراق يتعرض إلى هجمة قوية جدا، ليست لقوتها تكمن هذا، ولكن لهشاشة الوضع في العراق. يعني بعض الأحيان قد تكون نفس الموجة هي على مصر، نفس الموجة على سوريا، نفس الموجة على لبنان، على الخليج، على، لكن هذه الموجة تصبح أكثر قوة على العراق لأن توجد هشاشة. الهشاشة أين تكمن؟ في أننا في العراق خضعنا للسوشيال ميديا أكثر من أي مجتمع. أخوان السوشيال ميديا تستخدم بشكل جميل في أوروبا وفي أمريكا وفي آسيا، يعني هذا التيك توك في دول كثيرة يستخدم، وهو يعني مثلا في الصين، الصين لا يسمحون بأي شيء بما يسمى بالمستوى الهابط في التيك توك، كل أشياء علمية رصينة تنمي القدرات، بينما تلاحظين التيك توك عندنا بالعراق فهذا شيء آخر. وأيضا في أوروبا تيك توك يعني ليس، لكن المستخدمين يستخدموه بشكل جيد. نحن عندنا لدينا ولاء للسوشيال ميديا، عندنا تعلق بالسوشيال ميديا، بحيث الآن هذا العالم الافتراضي كون شخصيات ما لها شغلة بالواقع، كل واحدة قبل الأكل صورت الأكل وهذا وراحت، كم لا رجعت، ها كم لايك، كم أوكي، والله الله منورة، الله شنو هالدولمة، الله ما شنو هذا، راحت كتبت كلمتين وطني حبيبي الوطني الأكبر وهذا شنو، راحت نامت وهذا شنو سوت شنو، الله ما شاء الله، راحت طلعت برا سوقت وإجتي، الوطن هو الحب والأمل حبيبي ما أدري كذا، هاي الكلام هذا، الله أنت الشاعر العظيم، فت خمس مرات ست، وطبعا حطت لها صورة، اخترت لها صورة من قاعدة، وصورة من الأكل، وصورة من شنو، صورة من الحديقة، وصورة لازم عصفور هذا، فماكو علاقة بالواقع. عايشين من تقول يا بترى أنت تكتب حكي، تكتب هراء
لا انت مجرم ومنحط وكذا وكذا وكذا، يابا انت رايح في عالم، او يجيك واحد يعني جد، هو جد وايضا يدور عواطف وغيرها، شنو يكتب عواطف، ولا جتني كلمات من هذا، ويجون يقعدون بالمقاهي انه شوفوا تعليقات الجميله على كل واحد عايش في عالم طاير بجناحين هشه، وكل واحد معتبر نفسه مركز الكون. انا كتبت بالفيس اوكي وشفته، انا اعطيت رايي، العراقيين كلهم هذا خلاص بدا يتصور كل واحد بانه هو الناس قاعد الصبح، تقعد الصبح تفتح عينها ايش راح اكتب جاسم وعبود وكاظم وحسين ايش راح يكتبون يعني. هو عندنا كلفة 400 واحد هلا ومنور ومدري شنو وانت العظيم وانت البطل. هذه خلقت شخصيات مريضة، بحيث هذول الشخصيات بعد ما يقرأ، بعد ما يستمع، بعد ما هو يعتبر نفسه هو الشاعر والأديب والسياسي والكذا والكذا، ماكو داعي هذا، هو يكتب وش يكتب. لذلك يعني أشياء مضحكة يعني حقيقة. اكو كاتب ايطالي اسمه امبرتو ايكو، كاتب رائع مات قبل سنتين، امبرتو ايكو كتب روايه جميله جدا يعني انا اعشقها، هي كتابه اسم الورده، لان بحب انا تخصصي بالجامعه هو تاريخ اوروبا والرينيسانس وعصر النهضه وغيرها، فهذه الروايه كانت من الروايات الرائعه لامبرتو ايكو ويعتبر من اعظم الروائيين. امبرتو ايكو شخصيه كبيره، كتب مره شيء جميل، يقول كنا سابقا نذهب الى البارات فنجلس وتلعب الخمره في عقولنا فنقول كلاما هراء سكران هذا، ونذهب الى بيوتنا ننام في الصباح نمسك التلفون الارضي ونتصل بأصدقائنا واحدا واحدا نعتذر به عن الهراء الذي بدر منا يوم أمس. لا أعترف سكران وهذري. يقول لكن الآن كل واحد بغير أن يشرب الخمر وغيرها قاعد أمام الكيبورد ويكتب هراء ويظنه يكتب شيئا عظيما وينزعج كثيرا إن لم تكتب له أنك معجب به وغيرها. هذه مشكلة كبيرة يعني، هذا مستشفها امبرتو ايكو قبل، انا يعني كتبها قبل حوالي 7-8 سنوات قبل ما يموت يعني. فاحنا نعيش هذا زمن الهراء، هذا امبرتو ايكو ايطالي وده يحكي عن المجتمع الاوروبي. فما بالك في المجتمعات العربية اللي كل واحد الان كل واحد يكتب كيف، كل واحد معلق، معلق سياسي ومعلق رياضي ومعلق فني ومعلق ديني ومفسرين قرآن والحمد لله وكل شيء وفلاسفة وشعراء وأدباء وسياسيين وكل من كلمتين كتبها. ولذلك هذه خلقت فالجو لا يستوعب الثقافة. سابقا كنا يعني أكو محاضرة لشخصية رصينة تذهب الناس كلهم للاستماع الى هذه تستفيد. الان ما حد يروح للمحاضر لكي يستفيد، الان يروحون للمحاضر لكي يفندوا حتى يقول نعم انا وقفت انا فعلت، وما حد يريد يستفيد وما حد هذا، الناس غلقت عقلها واصبح كل واحد سعيد بما عنده، كل واحد يتصور بانه وصل الى قمه العلم والثقافه والادب والمعلومه، ودليل على ذلك شنو؟ جمهور عنده 400 واحد يقولوا لايك ومنور وما ادري شنو وغيرها. هذه حقيقة أثرت على الثقافة بشكل كبير جدا في العراق. يعني ولذلك تلاحظون ذولا يعني في شارع المتنبي لو تفوت واحدة يعني واحدة مذيعة أو شيء تشوف 70,000 واحد فوقها ياخذون صورة وياها. تلاحظ إعجاب بأي شيء، نوبات تافه، هيك نوبات شخصية تافهة تظهر، تشوف هذول يتكالبون على أخذ صورة مع هؤلاء الناس، لأنه هذا جزء من الاستعراض، جزء من العالم اللي عايش بيه، حتى يروح ويكتب أنا اليوم التقيت بفلان وسويت هذا. إخوان هذه كارثة، ولذلك نحن أصبحنا هشين جدا، فينا هشاشة، لهذا الآن أي شيء في التاريخ، الآن في التاريخ تصوروا
معلومات ما أنزل الله بها من سلطان. كل واحد يكتب كيفه. وتلاحظ اللي يزيد في الطين بلة عنده فد 100,000 متابع، نعم نعم أوكي صح، ومن شو فأصبح دور المؤرخ معدوم. شو تصلح أنت؟ شو تصلح؟ يعني تقول هاي معلومة خاطئة يجون يسبون بك. يعني أنا مرة أنا قلت أنه الكرادة سميت بأنها نسبة إلى الشرد، الناس يشتغلوا على الكرد يزرعون بالكرد، وهو الكرد يعني وعاء يسحب الماء ويزرعون به لأن الأرض مرتفعة على النهر، فقلت سميت كرادة مثل كرادة بكل مكان، كرادة الشرقية كرادة مريم. ترى واحد عدريتش وهذا شوف أقول لكم هذا شو تقولوا له، هذا اسمه هذا الدكتور شو تقول له؟ الكرادة مو صحيح هذا الحكي ماله، هذا الكرادة هي واحدة اسمها كرادة خاتون، عاشت وماتت 1871، ومن ماتت دفنوها بهاي المنطقة سموها كرادة خاتون. 70,000 لايك، 70,000 سب وشتم بي. شلون تقول غير رأيي؟ شلون تقول جت من الشرد؟ هذا قال تصوروا. وأيضا أحد المثقفين هم طرح معلومة وغيرها. الآن أصبح الجو غير صحي لا للمثقف ولا لرجل الدين ولا لرجل هذا، يعني حتى اللي عنده منصة الآن أصبحت صعبة جدا. أخوان يجيك مخبول واحد لابس لعمامة مخبول، وين القرآن؟ شنو القرآن؟ شنو ماذا؟ شنو هذا؟ عنده 15 مليون متابع، مخبول مخبول لا يعرف من الحياة أي شيء. والله شنو هي؟ شنو القرآن؟ كان أنت شنو تعمرنا؟ يعني شنو أنت؟ أنت الله لو جلالته شنو أنت؟ هيك تتكلم 15 مليون متابع. فشلون يقدر رجل الدين أن يتكلم عن عظمة الله سبحانه وتعالى؟ وشلون يتكلم عن تفسير هذا؟ فجو ملوث، جو ملوث، ذلك خيرا فعلت وزارة الداخلية هذا المحتوى الهابط يعني. ويجب أن نصير رصانة، هاي بدون علم ماكو شيء. إخوان الأديب يكتب أدبا، الشاعر يكتب شعرا، المؤرخ يكتب تاريخا، الطبيب يكتب طبا، له مكانته. ماكو هاي المزعطة، لازم الكل أطباء، الكل شعراء، الكل مؤرخين، الكل سياسيين، الكل مفسرين أحلام، الكل مفسرين القرآن، ماكو شيء. فذلك هنالك فوضى، فوضى لا يعني مثل أنت قاعد ملعب شعب وفد 30,000 واحد يصرخ، فالصوت الواحد مثلا صوته جميل يعني أو يقرأ القرآن لا يسمع، هذه كارثة نحن نعاني منها. ولذلك نحن عندنا هشاشة، لهذا الآن أي فكرة مغرضة تدخل العقول. وهم نجحوا الآن، شوهوا تاريخ العراق، طلعوا لك شخصيات نور السعيد، طلعوا وطني ثورة 58 اعتبروها سيئة، أشياء كثيرة. النظام الملكي اعتبر أعظم نظام بالملكي وهو كان أسوأ نظام في التاريخ، الإقطاع طلعوا شيء عظيم، أشياء كثيرة تتعارض مع الوطنية العراقية، تتعارض مع قيام المجتمع العراقي، قيام الشخصية العراقية، قيام الثقافة العراقية. ولذلك الثقافة العراقية بدأت تتهرأ بسبب السوشيال ميديا، وبدأ أيضا المثقفين هم انزووا. أسألهم نوبات يقولون لا، يجينا سب وشتم، يعني سب وشتم وهي مسؤولية تاريخية يجب أن تتكلم. قال لا لا، أنا أريد تجيني لايكات وتجيني مدري شنو وتجيني إعجابات ومرتاح. قلت له بس هاي انهزامية، هاي سلبية، هاي مسؤولية تاريخية. نحن الآن رجل الدين عنده مسؤولية تاريخية، والمثقف لديه مسؤولية تاريخية، والأب لديه مسؤولية تاريخية. يجب أن نعيد شيء من الاستقرار. الآن أكو هشاشة دينية واجتماعية وسياسية، فبدأت تنطلي علينا أشياء كثيرة، وهذه الأشياء يجب أن نقاومها. واحدة من الأشياء اللي انطلت عفوا وهي قديمة وبدأت تؤثر في الشخصية العراقية بشكل كبير جدا، وهذه أنا دائما أتكلم عنها، أنه أهل الكوفة هم الذين قتلوا الحسين، وهذه فرية وأكذوبة غير صحيحة، وأن أهل العراق هم قتلة الأنبياء والأوصياء، وهذه أكذوبة لا يمكن أن تصدقها، وأن أرض العراق هي أرض النفاق والشقاق، وهذه عكس الحقيقة، وأن العراق شعب خانع منافق، وهذه عكس التاريخ تماما، لأن كل الثورات العظيمة لآل البيت قامت في العراق، كل ثورات آل البيت قامت بالعراق، وكل أتباع آل البيت في العراق، ولا وجود للتشيع إلا في العراق.
أساس تشيعهم في العراق، أساس حب آل البيت في العراق، وكل آل البيت كانوا في العراق ودرسوا ودرسوا وباتوا واستشهدوا في العراق، وكل آل البيت كانوا أتباعهم هنا في العراق، كل ثورات آل البيت كانت في العراق. شلون بعد الحسين جاء الإمام علي ذاهب إلى الكوفة، كوفتنا نحبها وتحبنا، ذاهب إلى أنصاري، الأنصار كانوا موجودين في الكوفة. الحسين عندما جاء كان يعرف بأنه قادم إلى مدينة الثورة والإيمان، مدينة الثورة والإيمان. الأمويين كانوا دقيقين جدا، قالوا وضعوا الحر بألف فارس فقط أن لا يصل الحسين إلى الكوفة، لأن لو وصل الحسين إلى الكوفة انتهت الدولة الأموية، لأنه عندما جاءهم ابن زياد واليا أهل الكوفة تصوروا بأن الحسين إجا، قامت الكوفة عن بكرة أبيها لاستقبال الحسين، هو طلع ابن زياد اللي أرسل يزيد. قال لك هكذا يعني هذا الحسين لو وصلنا نحن ننتهي، فسووا اعتقالات، سووا منه شنو، قتلوا مسلم بن عقيل، قتلوا اعتقلوا كل قاتل، سووا منع تجول الحسين. عندما وصل لم يصل الكوفة، وصل كربلاء، قرية كربلاء اللي احنا العرب نسميها كربلاء، هي قرية عراقية قديمة بزمن البابلية اسمها كربلات، كربلات التقرب للات، بعيدة عن الكوفة. فهنالك جيش الأموي منعه، وجيش أموي حمر الديلم أرسلهم يزيد. شو اللي بعد أهل الكوفة قتلوا الحسين؟ وهاي اللي بدت، احنا العراقيين، احنا اللي دزينا الحسين وقتلناه، احنا المخادعين، احنا ما ادري ايش، احنا ما ادري ايش. زين ما دام احنا هذا ليش دزونا الحجاج خاطر يلزمنا لو كنا احنا هيك سيئين؟ لاننا ضد الدوله الامويه، لاننا ضد الباطل، لاننا دائما شعب ثائر. هذه خلقت شخصيه، جيل جديد لا يحترم ابائه واجداده، جيل جديد لا يحترم وطنه. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. عزيزي المشاهد وأهلا وسهلا بك مرة أخرى في ليالي السحر. في هذه الليالي طبعا قلنا علينا أن نذكر، ولا يوجد شيء أعظم من أن نذكر بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلام أبي الحسن عليه السلام. ولهذا نحن في كل حلقة نحاول أن نأخذ رشفة صغيرة من عبق النبوة ومن عبق الإمامة، ونأخذ كلمات تنفعنا، لأن نحن لا نبحث كثيرا عن الجانب الديني وغيرها، هذه لها عالمها ولها رجالها، نحن نأخذ الجانب الحياتي الحضاري الاجتماعي التي ينفع كثيرا في الوقت الحاضر. الهجمة هي هكذا، نحن نسعى إلى أن نحقق هذا الشيء. اليوم كنت أقرأ في كتابي الرسول والعلاقة بين الرجل والمرأة في مقولة جميلة رائعة للرسول الكريم، تقول من سعادة الرجل ثلاث: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. المرأة والمسكن والمركب. أيضا طبعا هذا الحديث ذكر بصيغ أخرى: من سعادة المرأة الجار الصالح، والمركب الهنيء، والمسكن الواسع. أيضا ذكرت بهذه الصيغة. وأيضا ذكرت من شقاوة ابن آدم المرأة السوء، والمسكن والمركب السوء. كلها ذكرت عن الرسول. تلاحظون هي، تلاحظون هاي كتب الحديث، تلاحظون بها بعض الاختلافات يعني في الصياغة، لكن بعض الأحيان طبعا أكو حديث موضوع، يعني أكو حديث وضعت إخوان، أكو شغل أموي، شغل عباسي إخوان، يعني مو لعبة، يعني دول حكموا 90 سنة، ودول حكموا 450 سنة أو 500 سنة، هذه ما تمر بسلام. ودائما الركيزة لم يجدوا هناك لا وسائل إعلام ولا شيء، ولا هذا هو عندهم الدين القرآن والسنة، فيلعبون بهذا الشيء هم مرتكزين على قضية الكتاب والسنة في تسلطهم على الناس. نحن أولي الأمر، ونحن أهل البيت، ونحن أقرب الناس للرسول، ووظفوا الدين بما يخدم الأمويين ويخدم العباسيين.
فذول لعبوا وأعدامهم منه آل البيت، فلازم يطلعون آل البيت بصيغة أخرى، فلعبوا بالأحاديث، لعبوا لعبوا لعب جهل وجول على قولة أهل الجنوب يعني بهذه القضية. وذلك تلاحظون توجد أحاديث غريبة عجيبة، يعني غريبة عجيبة في مدح بعض الأشخاص وفي ذم بعض الأشخاص وفي قول أشياء كثيرة. ولهذا يعني هو نفس الحديث لحظة ذكر مسلم بصيغة وذكر البخاري وذكر وذكر السنن الأخرى تذكر بصيغ أخرى، وهو عن عن عن. ولهذا نحن لا نشك، طبعا نحن نقول هنالك أحاديث موضوع وهنالك أحاديث غير صحيح وهنالك أحاديث ضعيفة. وشنو الحديث؟ واحد إذا دخل بالوسط وذب لك حديث مش خلاص صحيح، وخصوصا لو كان هذا الشخص، لاحظون مسألة مهمة، هنالك علم الرجال في الحديث أخوان، يدرس الرجال اللي نقله عن عن عن، لو اكتشفه واحد ضعيف أو غير صادق أو غير مؤمن يلغى الحديث. من الغير صادق وغير أمين في نظر علم الرجال الأموي والعباسي؟ من يمتدح عليا فهذا رافضي كافر حاقد على الصحابة، خلاص هذا أوت كروس خلاص، حتى لو يكون أتقى الأتقياء، حتى لو كان هو ما هذا انتهى. وإذا واحد مدح معاوية صحيح ثقة وكذا، لأن لأنه مدح معاوية معنا. وذلك تلاحظون رجال حجبوا هم من أصدق الناس لأنه ذموا معاوية، ورجال سيئين جدا هذا عمران بن حطان، عمران بن حطان البخاري يذكر له أحاديث كثيرة. من عمران بن حطان؟ هذا اللي قال عن ابن ملجم يا ضربة ما حافظ الشعر، يعني يا ضربة نجلاء أراد بها إلى ذو العرش رضوانا، يعني هاي الضربة النجلاء ضربة، هاي ابن ملجم راد بها يتقرب لله لأن قتل هذا الكافر علي بن أبي طالب. هذا عمران بن حطان اللي يكتب قصيدة شعر ضد علي، علي بن أبي طالب الشخص الثاني في الإسلام، ويذم عليا ويمتدح مجرما مثل عبد الرحمن بن ملجم. شوف الأحاديث المنقولة عن عمران بن حطان، زين هذا شلون صار ثقة؟ ثقة موثوق صادق. ليش صار موثوق صادق؟ ذم علي خلاص صار نمبر وان. يعني الحديث اللي يجي من عمران بن حطان يعني هذه لا تحتاج اخوان الى شيء، يعني احنا لا نتكلم، ما نتكلم الشيعة ما قالوا هذا، يعني كتاب لي واحد اسمه مسلم البحيري كتاب جميل اسمه جناية البخاري، تكلم عن اشياء غير طبيعية يعني ذكرت، وتكلموا الكثير من الناس المنصفين عن احاديث حجبت واحاديث. وذلك شوف آل البيت استندوا في حديثهم على الروايات، رغم يوجد ايضا هنالك يعني اضافات، يعني اكو اشياء نعم، ولكن اغلب الاحاديث تخص آل البيت حجبت، وتراث عظيم اللي هو جوهر الدين. تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي آل بيتي، اذا انت تحجب آل البيت الركيزة الثانية في الإسلام انتهت. لذلك ظهرت يعني هنا أكون بالغت هنا أكون بالغت، ولكن أكون أصح هنا أكون أصح. نعم القصد نحن نحاول أن نأخذ الأحاديث. الصادق عليه السلام يقول ما يتفق مع العقل يتفق مع الدين، فلذلك احنا نبات نقيسها حتى لو في البخاري ومسلم نقيسها بالعقل قبل أن نقيسها بالمفردات الأخرى. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى في هذه اللحظات الساحرة، لحظات السحر. عندما نطلق كلمة ساحرة أي فيها شيء من الإبهار، فيها شيء من السمو، فيها شيء من الإعجاب، فيها شيء من هذا.
ولذلك حتى أن السحر أخذ من هذه يعني. هذه اللحظات الربانية الخالدة بعض الأحيان تستخرج كلمات من أشياء عظيمة وقد تكون هي أشياء سيئة يعني ليست بالضرورة. هنالك اللغة العربية فيها ميزة هو الاستخراج. يعني اللغة العربية تختلف عن اللغات في العالم، لا يوجد مثل اللغة العربية. اللغة العربية كتاب مكتوب يكتب كتبها كلها مأخوذة منها، بينما بشوف reading writing بالإنجليزي أو شيء يعني تختلف حتى بالفرنسية بالهذا. ولذلك بعض الأحيان تستخرج كلمات من شيء إيجابي ولكن تكون لها معنى آخر، يعني تداعيات أخرى، وليست لا تستغربون من هذه اللغة العظيمة. كما قلنا بأننا اليوم نتصفح في كتابي عن الرسول والعلاقة بين الرجل والمرأة، أنا أؤكد على الأسرة في هذا البرنامج الذي يهمني هو الأسرة. وقلنا بأن سعادة الرجل ثلاث: المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. شوف، أول شيء ذكر الرسول هو المرأة الصالحة، سعادة الرجل، مركب صالح، المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح. طبعا في صيغ أخرى هو الجار الصالح والمسكن الصالح والبيت، هذا البعض يعني، ومن سوء يعني تعاسة الرجل المرأة السيئة والجار السيء والبيت السيء، يعني هكذا. كلها تتركز على ثلاثة أشياء. البيت عندما يكون صالح، صالح صحيا وصالح اجتماعيا، عندما يكون بالجو جو ألفة واحترام ومحبة، يختلف عن البيت اللي كله يعني خصام وعدم وئام، لن يكون مريحا. الأب معيل البيت عندما يعود ويجد هذا الخصام لن يكون مريحا، لن يكون مرتاحا، بالعكس سرعان ما يخرج، هو قادم من تعب ويجد تعبا فيخرج إلى تعب آخر. ولذلك الإنسان يكون تعيس إن لم يكن بيته صالحا. وأيضا المرأة قبل كل شيء، الإنسان أعظم ما يحصل عليه في الدنيا هو المرأة الصالحة. أعظم هدية قدمها الله سبحانه وتعالى للرجل وللأسرة هو المرأة الصالحة. فالمرأة الصالحة تهيئ لك بيتا نظيفا صالحا طيبا معطارا هادئا جوه جميلا مقبولا، تستطيع أن تنام فيه، تأكل فيه، تتعبد فيه، تتحدث فيه، تتأمل فيه، تختلي فيه، تتكلم فيه. كل هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى يضعها في وجود المرأة الصالحة. أما المرأة النكدية الزعلانة المزعجة الشكاية المادري إيش العصبية تجعل من البيت شيئا آخر، فهذه تمنع سعادة الرجل وتدمر سعادة الرجل. وأيضا المركب الصالح، شوف الرسول قبل 1400 سنة أكد على المركب الصالح. المركب لماذا؟ لأن المركب أولا المقصود به في العمل، بعض الأحيان تشغلك يعتمد على المركب، يعني تركب فرس، تركب جمل، تركب عفوا حمار، كلها هي قد تكون شغلك عليها يعني. فلو كانت صالحة بالتأكيد تساعدك في شغلك. مثل الآن عندما يكون المركب صالح يعني سيارة وغيرها، أنت بالتأكيد تملك شيئا من السعادة. لماذا؟ لأن لو كان شغلك بالسيارة وهي صالحة فرزقك صالح، وإذا كان شغلك في السيارة وهي عاطلة بالتأكيد عملك سيكون عاطلا. وأيضا هو لو كانت للتنقل، التنقل عمل وقت غير منتج، وقت ضايع ويست. يعني أنت من تروح للجامعة تركب من البيت السبعة توصل بثمانية ونص للجامعة، هذا الوقت لا بي قراءة لا بي سعاد لا بي نوم ولا بي أي شيء، وقت مستقطع ميت. البيت براحة وطعام، والجامعة أو تروح للعمل طالع من البيت بالسبعة وصلت مثلا بثمانية، هاي الساعة لا أنت مرتاح ببيتك ولا أنت تشتغل ولا أنت تأخذ رزقك، وبالتالي هو وقت مستقطع. لو هذا الوقت زاد، هذا الوقت المستقطع على المواصلات، بالتأكيد فيها تعاسة كبيرة وخسارة كبيرة، خسارة في السعادة، خسارة في الراحة، خسارة في الجسد، وأيضا خسارة في الإنتاج. وقت غير منتج، يعني إذا أنت تطلع ساعة اثنتين من الدوام، والمركب السيء المقصود أنه عندك سيارة أو غير يعني ما عندك، توصل ساعة أربعة مثلا، متعب، بتضايق، تعيس،
انت اولا تعبان من الشغل، تجي الان متنرفز وحر وغيرها، بالتاكيد ستكون ستلقي بتعبك على عائلتك، وبالتالي ستخلق ايضا توترا. لكن لو كان المركب سريع ومريح وبها سياره وغير شيء، اذا كانت المواصلات متوفره المترو وغيرها، بالتاكيد المركب الصالح ايضا مهم. لانه الرسول عندما اكد على هذه القضيه اكد على مساله مهمه في الحياه، وهو التنقل. التنقل وقت غير منتج، هذا الوقت الانسان يكون فيه متنرفزا، يعني مستاء، لانه يريد يوصل. اللي راجع البيت يريد يوصل البيت يرتاح ياكل وجاي من الشغل، واللي طالع من بيته يريد يلحق الشغل، وطالع من بيته ورايح لمدرسته او رايح لجامعته. وبالتاكيد هذا الوقت هو وقت مستقطع. فعندما تكون المركب صالح بالتاكيد ستكون لها اثر كبير جدا. فهنا واحده من سعادات الرجل، شوف الواقعيه لدى الرسول الكريم، الواقعيه المطلقه. الاسلام دين واقعي، دين سمح، لا يتحدث فقط عن العلاقه بالرب، فقط علاقتك بكذا، علاقتك بالاخرين والتقوى والتسامح، لا، يتكلم عن مفردات حياتيه مهمه جدا للتقوى، مهمه جدا. انت عندما تكون تعيس علاقتك بربك تكون مختلفة، عندما تكون تعيس علاقتك بالآخرين تكون مختلفة، عندما تكون تعيس متعب علاقتك بأسرتك تكون تعيسة، بأبنائك بزوجتك. لهذه هذه عوامل الحياة، هي عوامل مساعدة لكي أن تكون قريبا ومقنعا أو تكون مرضيا من قبل الله سبحانه وتعالى. تلاحظ، شوف الرسول في أحاديثه أحاديث في غاية الواقعية، أحاديث في غاية الطبيعية التي تؤكد على أن الإنسان مخلوق ضمن أشياء مادية معينة يسير حولها، ولكن الجوهر هو علاقته بربه. كيف يخلق هذا التوازن بين هذه الجوانب المادية المطلوبة منك، العمل والأسرة والنوم والزواج والدراسة والتعليم، كل أشياء مادية ليست مسائل روحية يعني. فكيف تعطي وقتا لهذه الأشياء، وكيف تعطي وقتا لعلاقتك بربك. هذا التوازن ما موجود في أي دين آخر، لا دين قديم ولا دين حديث، يعني دين سماوي. هذا التوازن أوجد الإسلام فقط. الإسلام يريد إنسانا مؤمنا منتجا، وذلك يقول الرسول: عمل صالح خير من عبادة ألف سنة. عمل صالح، فالعمل الصالح يفضل على العبادة. والعمل الصالح قد يكون خدمتك لأهلك، العمل الصالح قد تخدم المواطنين، العمل الصالح قد تدرس بشكل جيد، العمل الصالح قد تكون طبيب تقدم بشكل رائع الناس، العمل الصالح قد تكون باع بشكل جيد. هذه كلها أعمال صالحة، وهذه أيضا فيها أجر. تلاحظ التوازن بين المادة والروح. شوف العمل الصالح، بعض الأحيان شغلك أنت، شغلك الطبيعي لو أنت مخلص فيه ومتفاني فيه، هذه عبادة، عبادة. أما الله المسلم، الله ورسوله لا يريد إنسان قاعد بصومعته بس يقرأ قرآن وما أدري شنو. وماذا ينفع بك المجتمع؟ ماذا تخدم الناس؟ بالعكس، أنت ستكون جانب غير مقنع للآخرين يقتدون بك، لأنك شخص مرتبط فقط بجانب روحي. أو الجوانب الأخرى، عطائك وينها؟ تجربتك وينها؟ تثقيفك للآخرين وينها؟ التماس والعلاقة الطبيعية التي تأتي من خلال هذا الإيمان والتبدل وينها؟ هذا كله مقطوع. فأنت بئر معطل كما يقول القرآن الكريم، إذا بئر وبي مي وانت ما تأخذ مي، شو الفايدة؟ والله عندنا 10 بيارة بس احنا ما نستخدمها، نروح نجيب مي من غير مكان، على شنو بئر العاد؟ أنت بئر معطل. الإسلام يريد أن تكون بئر وارد للماء، وإلا لما سمى بئر. بالعكس، حالك عدم وجودك ووجودك لا شيء يعني. شو أهمية الإنسان المبدع المثقف العالم المرتبط بالله لديه تجربة وهو لا ينفع الناس؟ ما الفائدة؟ بالعكس، لو تملك معلومة بسيطة، موضوعا بسيطا، وانت تقدمه للناس من خلال تجربتك ومن خلال كلامك، بالعكس انت اكثر واكثر قربا لله من هذا العالم اللي قاعد بصومعته.
والرسول عالج هذه القضية، وعلي بن أبي طالب عليه السلام أيضا عالج هذه القضية كثيرا. ولذلك لاحظ هذه كلماتهم هي جزء من الواقع المعاش. لذلك تلاحظون عندما نقرأ في كتابنا عن علي بن أبي طالب في كتاب الحكمة عند علي بن أبي طالب، تلاحظ قول جميل ورائع: من طلب شيء ناله أو بعضه، من رام شيء حصل عليه أو بعضه. من رام، رام يعني يريد، من رام شيء حصل عليه أو بعضه. أنت بتريد شيء عظيم وما حصلت، هذا لا يعني أنت لم تحصل على كل شيء، بالعكس حصلت على أشياء كثيرة. أنت تريد تصير طبيب، طبيب لازم تخلص على ابتدائية متوسطة وإعدادية كلية الطب، كلية الطب فشلت ما صرت طبيب، لكن أنت تعلمت تثقفت كملت إعدادية صرت مثقف صرت قارئ صرت تعرف أشياء كثيرة، وبالتالي قد تساعد أبنائك أن تعلمهم في الابتدائية والمتوسطة، وبالتالي ممكن يكون أطباء. وذلك كثير من أمهات وآباء، وأغلبية أمهات وآباء الأطباء هم أميون، هم أميون يعرف كلمتين ثلاثة. وأنا أعرف أمهات خريجة ابتدائية تعلمت كل شيء، تعلم أبنائها تقرأ المادة مال الابتدائية، كملت وياهم الابتدائية وكملت وياهم المتوسطة وكملت وياهم الثانوية تقرأ لهم. وبالتالي أنا أعرف أمهات هي مو خاصة ابتدائية أو رابع ابتدائي بطلة ثالث، تلاحظها معلوماتها معلومات أي واحد خريج، يعني يوجد أساس. فالإنسان عندما مثلا يريد أن يبني شيئا أو أن يحصل على شيء، الآن التجارب، التجارب صارت على الأيدز وصارت على السرطان، إن كثير من العلماء وكثير من المختبرات وكثير من الدول تسعى لإيجاد دواء للسرطان، يرومون الوصول إلى دواء للسرطان، وهنالك تجارب حصلت بالمليارات وصرفت مليارات على الموضوع. هل ذهبت سدى؟ الجواب كلا، لأنه أنت ماذا تفعل في معرفة، تدرس حالة مثلا هذه المادة تؤثر في السرطان، تدرسها تسوي تجارب عليها، أثناء التجارب تكتشف أشياء كثيرة. يعني واحدة من الأشياء مثلا هذه المنشطات الجسدية وغيرها الآن تشوفوها من خلال تجارب على دواء الضغط، يسعون لإيجاد دواء للضغط، فشافوا أكو جانب عرضي ما كان يعرفه، تشفى بأن هذه المواد تساعد على التنشيط الجسدي والجنسي وغيرها، هذا اكتشفوا هذه الفياغرا وغيرها وغيرها، تشفوها عرضيا، ما كان هو هدفهم اكتشاف هذه المادة، هم كانوا تشفهم اكتشاف دواء للضغط. أيضا الآن اللي توصلوا إلى دواء يعني الكورونا، استندوا على تجارب كثيرة كانت سابقا لإيجاد أدوية لأمراض معينة، لأن شافوا كورونا فيها أعراض اللي هي الدوخة فقدان الشم وغيرها وشنو هاي، هاي الأعراض شافوا أنه يعالجوها يعني، فاكتشفوا أنه أكو أمراض سابقا تم إيجاد بعض الأشياء استفادوا منها وفلان قضية هذا. وبالتالي تلاحظ الشركات العالمية مباشرة توصلت إلى لقاحات، وذلك وجدت لقاحات في أمريكا في إنجلترا بايزر وجانسون أند جانسون وغيره، وفي إيران اكتشفوا أيضا دواء، في دول أيضا. هذه كلها استندوا على تجارب كثيرة، فهم عندما رادوا الوصول إلى هذا الدواء، يعني كثير من الأدوية اكتشفناها في محاولة الوصول إلى دواء السرطان. كثير من الأدوية الآن اللي تنتج في الوقت الحاضر هذه كلها اكتشفناها مثل أو لإيجاد لقاح لمرض الأيدز والعياذ بالله. الآن اكتشفنا أشياء كثيرة وتصدر منتجات كثيرة في الحياة هي محاولة الوصول إلى لقاح للأيدز، اكتشفوا أشياء ثانوية، اكتشفوها هاي تأثر على قضية، درسوها مرة الأخرى تجارب، توصلوا إلى دواء جديد لقضية ما كانوا بحسبانهم. فالذي يروم شيء حتى وإن لم يحصل عليه،
ما دام هو هدف إيجابي هدف سلبي. أنا ما أقصد واحد يروم شيء مثلا يقتل العالم، لا، أو مثلا يريد يسوي يكتشف شيء، أو يريد يملك أموالا كثيرة وغيرها، أو يريد أن يكتشف سما يعني، أو يريد أن يخلق سما، هذا كلها أشياء سلبية. حتى في هذه لو كان هذا الإنسان موضوعي وإنسان له قلب وروح سيكتشف أشياء حتى في هذا الطريق قد يستفاد منه الآخرين. يعني كثير من الناس الذي حاولوا أن يجدون سما قاتلا وسعوا، هناك مختبرات كانت في أمريكا والاتحاد السوفيتي السابق لإيجاد سم قاتل وغيرها، أثناء المختبرات للوصول لهذا السم اكتشفوا يوجد أشياء مؤثرة على حياة الإنسان، فادتنا في دراسات أن نتلاشى ونتلافى أمراض كثيرة قد تحصل بالوصول أثناء وصولهم إلى هذا الهدف. يعني من رام شيء حصل عليه أو بعضه جزءا منه. ولهذا هذا قول الإمام عليه السلام. ذلك الإنسان يقول لك والله أنا أريد أصير طبيب، وإذا ما صير طبيب أنتحر، أو إذا ما صير طبيب الحياة الدنيا سودب. لا، مو شرط ما صرت طبيب، بس صرت إنسان مجتهد، كملت حصلت درجة عليا. أنت تريد تدخل كلية الطب، تريد تصير طبيب، تجتهد في المتوسط أو في الثانوية لكي تطلع 99، ما طلعت 99، طلعت 96، ما رحت طب، رحت علوم، رحت هندسة. هذه بعضا من الطموح. يعني أنت ما فشلت، ما دام أنك ساعي إلى هدفك، تريد تصير لاعب كرة، تصير بطل عالمي، تدرب وغيرها وتروح وتجي وهذا، ما دخلت المنتخب، ما صرت بالمنتخب، ما معنى أنت فقدت كل شيء؟ أولا جسمك صحيت، صار صحي، تعلمت أشياء كثيرة، تدربت، قد تكون مستقبلا مدرب رائع، قد تكون مدرس تربية رياضية رائع جدا. كثير من الناس اللي دخلوا كلية التربية الرياضة وصاروا مدرسين تربية رياضة ومدربين رائعين، هم كانوا يحاولون يرومون الوصول إلى أن يكون لاعب منتخب السلة بالسباحة وغيرها، بس ما قدر، إمكانياته قابلية ظروفه ما سمحت له أن يصل إلى القمة، ولكنه وصل إلى بعض الأشياء اللي أوصلت الآخرين إلى القمة وساعدتهم. ولهذا نقول أن السير في طريق الهدف ليس بأن يكون الهدف هو الشيء المبتغى، لا، ما دامك تسير للوصول إلى الهدف حققت الهدف شيء عظيم، لم تحقق الهدف فإنك حققت أشياء عظيمة ثانوية. بعدين أنت لما تسعى لتحقيق الهدف العظيم هذه، ألا تشذب النفس؟ ألا تجعل هنالك صبرا؟ لا تجعل هناك إيمانا؟ لا تجعل هناك شخصية قوية؟ لا تجعل هناك إنسان شخصية موضوعية؟ ألا تجعلك إنسان قادر أن تتحمل الصعاب؟ هذه أليست أرباح؟ يعني أنت وصلت للهدف فقط وفقدت هذه الأشياء، شنو الفائدة؟ أنت بطل بالعالم مثلا، بطل بالمصارعة، وأنت ليس لديك صبر، وأنت واحد أعصابك تالفة، وأنت أخلاقك سيئة وإيمانك ضعيف وغيرها، وما عندك صبر، شنو الفائدة؟ بطل عالم ما تقدر تبني أسرة، بطل عالم ما تقدر تتزوج، بطل عالم ما تقدر تعيش، بطل عالم الناس ما تحترمك. فإذا هي ليست هكذا. ذلك قول أبو الحسن عليه السلام: من رام شيء حصل عليه أو بعضه. وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا، وإلى اللقاء مع رقة حياتي.